مساء الخير للجميع، وراعي أمسيتنا حضرة سيادة المطران جمال الدعيبس وغبطة البطريرك فؤاد الطوال الموقر ومونسنيور ماورو لالي الموقر وأبونا الدكتور رفعت بدر كاهن رعية قلب يسوع الأقدس، الأخت ماريا سيلو الرئيسة الإقليمية لرهبنة الكلمة المتجسد المحترمة، والأباء الأجلاء والأخوات الراهبات، حضرات السيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، بداية اسمحوا لي أحكي لكم شوي عن ألبوم نكهة السماء. الحمد لله ربنا أنعم علي نعم كتير، ومن هاي النعم نشكر الله كانت نعمة الصوت وتمجيد لإسمه وعرفان يعني أقدمه بسيط لربنا، كان إنه أقدر أعمل هذا العمل لألبوم نكهة السماء. بتمنى إنه ينال إعجابكم. رح يكون طبعاً ريعه كامل للكنيسة ولخدمة الكنيسة. رح تسمعوا اليوم يعني ترانيم يمكن ما تعودنا كتير نسمعها داخل الكنيسة، يمكن توزيعات تأليف جديد، كلمات جديدة، لكن حاولت إنها لما وأنا بنقي بالكلمات واللحن والتوزيع إنها تكون كتير قريبة لأكثر من فئة، يعني الفئات العمرية المختلفة، وبالذات الشباب يسمعوا بالسيارة، يسمعوا هم رايحين للشغل، يحطوا السي دي ويحاولوا إنهم يسمعوا كلمة ربنا وين ما كان. للحقيقة الألبوم أخذ فترة كتير طويلة وأنا بحضر فيه، تقريباً دكتور هيثم بعرف تقريباً يعني 6 سنين، بس كنت يعني كتير كتير يعني أحاول أخذ الكلمة اللحن يعني كتير أدقق على هاي الشغلات عشان بالآخر أقدم إشي إن شاء الله إنه ينال إعجابكم. إجا السي دي طبعاً أكثر من اسم، الاسم الأول أو في بارت منه طبعاً لتمجيد ربنا، وبارت آخر لأمنا مريم العذراء وللقديس يوسف، وأيضاً لأتقياء الله بشكل عام. وهون بحب أذكر أبونا المرحوم أبونا إبراهيم حجازين الله يرحمه، طبعاً شارك في إعداد هذا الألبوم العديد من الأسماء الحقيقة الموسيقية المهمة، والحمد لله في جزء يعني معانا حاضر الليلة. أول إشي بدي أحكي طبعاً أشكر أبونا رفعت بدر للكلمات، وأيضاً شماسنا هاي العلامات، أبونا ميشيل ثابة، الأستاذ الدكتور هيثم سكرية، طبعاً الدكتور جورج أسعد مع حفظ الألقاب للجميع، السادة أحمد رامي، مراد وجوزيف دمرجيان، شادي كفوف، طارق الجندي وفارس عباسي وهيثم قعوار. وبما أنه تم تنفيذ هذا الألبوم بأكثر من بلد للحقيقة، حابة أشكر استوديوهات روتانا مصر وكورال دار الأوبرا المصرية، وسجلوا مع الأستاذ الدكتور هيثم سكرية آخر ترتيلة الليلة رح تسمعوها اسمها بنوري كربي، وهي كلمات شماسنا هاي العلامات. وأيضاً كمان بشكر الفرقة العالمية الإسطنبول سترينجز والمودرن سترينجز بتركيا، وكمان بشكر الاستوديوهات اللي تعاملنا معهم هون، استوديو دمرجيان واستوديو قعوار واستوديو دا ستوديو بالأردن. أكيد ما رح أنسى داعمي الأول وحبيبي وزوجي المهندس سالم حبش، أولادي حبايبي سمير وديانا وسند، هم كانوا عن جد داعمين كتير إلي، بابا سامي عباسي وماما خولة حدادين وعيلتي وعيلة زوجي حاضرين معانا، كلهم دعموني وكلهم شجعوني وكلهم كانوا عن جد السند إلي، ولولاهم ما كان قدرت إني أعمل هذا العمل ونقدمه لربنا. ما رح أتأخر عليكم، بس حابة أشكر كل اللي ساعدوني الليلة بالأمسي أن نكون مع بعض فيها، أبونا رفعت بدر شكراً كتير، موقع أبونا مركز الكاثوليكي، وكهنتنا أبونا ماتيوس وأبونا وجدي طوال كتير، بشكر الدكتورة باسمة سمعان ومكتب نور سات عندنا بالأردن لحضوركم وتواجدكم معنا وإنكم بثيتوا لنا هاي الأمسية بالتعاون مع موقع أبونا. كمان برحب بإخوتنا الراهبات أكيد، وبشكر وجودكم معنا
بدي أشكر الأخت زنبقة كامل وسيستر سما والأخت فرح طوال، واليوم غلبناهم كتير معانا وتعبوا معانا. بدي أشكر الكشافة والشبيبة وكل الفعاليات اللي بالكنيسة اللي حضرت ورؤساء الفعاليات. كمان بشكر طبعاً أستاذ فراس عباسي مهندس الصوت وضبط لنا الإضاءة، وبشكر كمان أزهار لما المهندس منصور حداد، شكراً كتير، زين لنا الهيكل بالورود الرائعة عن جد. شكراً أخوي سيف وزين إجوا حضروا البروفات وساعدوني، ولا كمان عيد عبده، سيد عيد عبده شكراً كتير إلك. ما رح أطول أكثر من هيك، بدي أحكي لكم إنه اليوم رح أرتل أنا لايف الموسيقى، حابة أسمعكم إيش اشتغلنا بالفترة كلها هاي، فما رح أطول أكثر من هيك وخلينا نبلش. Oh,
حبي وأشواقي. يهمسني بصوته العذب الندي، يغرس حبا فينتهي ليل وصباح يبتدي، وصباح يبتدي في صمتي. يهمسني بصوته العذب الندي، يغرس حبا
يا قديس يوسف يا رمز النقاء
العتمي ألقى لبيك مأوى لقلبي يرتجف وجد في راحتيك حبا عجيبا مختلف بالعتمي ألقى لبيك لمن بات نورا ورجاء
شمس ليوم جديد، شبابك فجر بديع الوفاء، وعزمك شمس ليوم جديد.
شكرا شكرا. شكرا لحضوركم، يعطيكم العافية. خلصوا. لا اوكي، كلمتين بس. مساء الخير على الجميع. واحنا اولاد صغار في التعليم المسيحي لما كان يحكوا لنا عن السماء نقول لهم شو في السماء للأبدية طويلة. في السماء منسبح الله، في السماء منسجد لله، في السماء منرتل. منرتل؟ طب صوتي مش حلو أصلاً، يعني كيف شو معنى إنه نرتل؟ لما منسمع لترتيل، خصوصاً ترتيل الجميل، في إحساس بالسلام الداخلي، في إحساس بهذه الغبطة الداخلية، بهذا الفرح الداخلي. وكثير مرات بعرفش على الأقل بالنسبة إلي في الأيام اللي تكون بجوز صعبة أو شايف كل شيء أسود حوالي بحط الرتيل هيك مشان تعطيني هذا الهدوء، هذا السلام الداخلي زي شعاع من النور وسط الظلام. طبعاً أنا بحكي عن شعاع من النور، بس لما بنحكي عن السماء مقابل من هو النور الأزلي، مشان هيك هي نكهة، نكهة السماء. عنصر الجمال عنصر يعني مهم جدا، جمال الصوت واللحن والكلمات والصورة أكيد، وهذا العنصر كمان اللي مرات بنهمله. فلما بتخيل السماء بتخيل هذا الفرح الدائم، هذه الطمأنينة الدائمة، هذا اللقاء الدائم بمن هو النور الأزلي. اليوم احنا بحاجة لنكهة السماء، بحاجة لهذا النور، شعاع النور مرات اللي يضيء ظلمة حياتنا. أنا في أيام مظلمة في حياتنا كلنا بنعرف في أحوال. ومهما يكن لكم من قول أو فعل فليكن باسم الرب يسوع تحمدون به الله الآب. كلمات القديس بولس. مهما يكن لكم من صوت أو مواهب أو كلمات أو كتابة شعر أو كله أو عزف أو توزيع، فليكن باسم الرب يسوع نسبح به الله الآب. شكرا دكتورة، شكرا على هاي الأمسية، شكرا على اللي خليتينا نعيشه في هذا المساء.